مرحبا بكم. درسنا اليوم هو حرف الدال. هيا نتعلم صوت حرف الدال في الكلمات. دراجة دا، ديك دي، دب دو، دا دي دو. دراجة دا، ديك دي، دب دو. هذه أصوات حرف الدال مع الفتحة دا، مع الكسرة دي، مع الضمة دو، مع السكون أد. دا دي دو أد. هذه أصوات حرف الدال مع المد، مع المد بالألف دا، مع المد بالياء دي، مع المد بالواو دو. دا دي دو. نلاحظ هنا أن حرف الدال مع الألف يجب أن يكون مفتوحا، مع الياء يجب أن يكون مكسورا، مع الواو يجب أن يكون مضموما. دا دي دو. هيا نصل الصورة بحرف الدال. نصل الصورة التي يحتوي اسمها على حرف الدال. مسجد دا، دباسة دا، ديناصور دا، وردة دا. الآن ابحث حولك واذكر كلمات جديدة تحوي حرف الدال. شكرا لكم، إلى اللقاء.